je suis presque troublé hein, d'être dans ce bain de jouvence avec des jeunes. Bon. Nous avons un peu de chien, mais nous avons quand même. Nous avons un peu de temps en temps. قبل ما نتكلم نحب نقول حاجة أختي اللي سمعت زينب بن شعبان حسيت اللي التجربة متاعي ولا متاع غيري معناها اللي برسك نول الثقل اللي هزته الطفلة هذه على كتافها واللي منعهاش ما منعهاش بتتكلم بطريقة معناها فيها برشة عمق وفيها برشة ألم ولكن ما فيهاش يأس. النص هذا لو كان واحد سيون لو ترانسكريفي سي تان مورسو دو ليتيراتور مي في دو لا ليتيراتور دو توت لي مانير الحياه هي اللي اهم. ما نحبش نطول عليكم برشا انا تعرفوا اسمي وتعرفوا الخطاب على الباب للاسف الخطاب على الباب سي بتاتر لاربر كي كاش لا فوري. بعد عمري 40 سنة بديت نكتب للتلفزيون ولكن قبل كتبت عملت برشا حاجات جربت برشا حاجات. الدار هذه الركع هذا أنا مثلت فيه وأخرجت فيه وقت اللي كنت في المسرح المدرسي وقت اللي كنت نقرأ في الصادقية كتبت الشعر نشرت دواوين شعرية عملت الرسم وعملت معارض يعني عملت كثير من الأشياء. شنو اللي باش نقول انتم التام تاعكم لو ديفلوبمون بيرسونيل. في الواقع مانيش باش نجم ننظر على الديفلوبمون بيرسونيل هكا معناها أفكار وكذا وكيفاش يلزم واحد يعمل بور سو ديفلوبي بيرسونيلمون إن يا با دو ريسيت. لأن الإنسان هو حصيلة اللي يحدث له في حياته. فهمتني؟ فما اون سيتياسيون دو باز اللي عشتو انت في عائلتك ظروفك الماديه ظروفك العائليه هذا الكل يحكم ويوجه ولكن فما حاجه وقت اللي يبدا عنده الانسان شويه اصرار وشويه كيوريوزيتي. مرت فرانكلين ديلانو روزفلت كان تسمعوا به اللي هو كان رئيس جمهوريه امريكا يعني وقت الحرب ومات عام 1944 تقول لو ميور كادو كون في بانشي سور لو بيرسو دو نوفو ني بويس لوي دوني سي لا كيوريوزيتي. دونك il faut être curieux. Il faut être curieux, c'est quelque chose de fondamental si on veut. اذا كان واحد يحب يطور معناه الامكانات اللي عنده. انا واحد من الناس في التعليم الثانوي كنت دائما نحب نجرب الحاجه اللي راها نحب ماذا بيا نعمل كيفها. جي يو ان باركور اوسي ان بو كاوتيك في الصدقيه. كيفاش كنت عام نجي نخول جائزة الشكر وعام يظهر لي معناها نهرب برشا من المكتب ما نحبكمش تتبعوني فهمتني ونرجع. دونك سيتي كوم سان دون دوسي. ولكن وقت اللي عديت البكالوريا جيتي لوريا في الجمهورية كل عندي الجائزة الرئاسية عملت فيلو لتر كلاسيك. بون حبيت في الواقع من الأول الأحلام تاعي تاع المراهقة نكون بسيكياتر. بون عملت فيلو لتر كلاسيك مي أتونسيون قبل وقت اللي كنا نقراو احنا تخرج من الفيلو لتر كلاسيك ولا من السيونس ولا من المات كيف تنجم تعمل كل شيء. احنا سيونس ناتوريل انا نعمل فيلو لت كلاسيك وفيسيون 4 فيزيك شيمي 3 دونك كنت نجم انت تعمل توت لي فيليير. بون جي با يو سيت شانس لا alors que j'étais lauréat عطاوني بورس في البسيكولوجي في تونس. انا مشيت لفرنسا قلت نعمل انسكريبسيون غاديكا اخي خلطت على الكلوتور دو لانسكريبسيون في فاكولتي دو ميديسين دو باري بيسكو il faut commencer par là. عديت شهر ندور في لي موزي اكتشفت باريس من بعد رجعت نكتب في الشعر في القهاوي. عديت عام ابيض. العام اللي بعده سخفوني بابا وامي معناها بريتو خسروا عليا وكذا قلت خلينا نعمل انا دروا. دخلت دروا وبعد 4 سنين خذيت الليسانس. انا بعمري ما استعملتها بقي نكتب في الشعر
مي بون لو دروا يقولوا لي انت عملت دروا نقولهم كيما قال بيبي فريكوتان تعرفوا بيبي فريكوتان سيتي ان بيرسوناج دو لا بي دي قبل انتم ما خلطتوش عليها قالوا له تي في دو دروا قال لهم دو دروا جو نو كوني كو لو دروا شومان كو جي كيتي دوبوي بيل لوريت دونك موا جيتي شوي ان بو دون سو كالا كملت دخلت في وزاره الثقافه نخدم كونت سيرفيس ديزار بلاستيك ومن بعد عطاوني المسرح ومن بعد اسست دار الفنون مشيت ساعة سنتر دار فيفون دو لا فيل تونس ومن بعد جيت ديريكتور دو فيستيفال كارتاج مرتين عام 85 وعام 86 جيت ومن بعد تعديت جي ديريجي لو سنتر كولتوريل تاع حمامات تعرفوه فوالا ومن بعد جي فوندي لو سنتر دي ميوزيك عرب اي ميديترانيان في سيدي بوسعيد كي لو بالي دو بارون رودولف ديرونجي ونقول لكم امشيو زوروه باسكو اللي ما زارهوش يمشي يزوروه باسكو سي ان فري بيجو سي ان تري بو بالي كي ايتي كونستروي بار لو بارون رودولف ديرونجي ان ميسان ان ميوزيكولوج ان بانتر دو تري بون تالون فور نو با دير Le génie ne court pas les rues toujours. عملنا فيه مؤسسة معناها تعنى بالموسيقى العربية المتوسطية وفيها une conservation des phonogrammes, c'est-à-dire la phonothèque nationale, qui est une institution très très importante, qui est une institution phare qui a reçu un prix donc de l'UNESCO في العالم العربي وفي أفريقيا. Voilà. Grosso modo, ça c'est l'itinéraire un peu professionnel et bon, culturel. Au niveau de la création, j'ai publié deux recueils de poèmes, j'ai écrit cinq ou six pièces de théâtre, j'ai écrit beaucoup pour la télévision, j'évite la peinture, je suis parti un peu dans toutes les directions. Allez, nous avons le calac, nous l'avons énergé le développement personnel. فما على باز ان بو دونغواس ما نجمش نصبر انا في بقعه نقعد غاديك لازم نخرج هكايا ونلوج في حوايج اخرين اي تو سا سان بريك ايفيدامون افيك لا في المام عرست وجبت اولاد واولادي عندهم اولاد جي مانتنون سي بيتي انفون دون جو موكوب Et ça me fait un grand plaisir. J'essaie de, malgré la distance entre nous, déjà, donc, quand il est là, je fais le clam, voilà. Donc, habite, n'aime le moulah, le binti, le krat, tawashar. Yatiha saha. اللغة العربية بالقداء معناها مطبوعة بتابع معناها انتع ساغي يظهر فيها تاخو في أعداد هاي اللي ياسر حبيت معتها ملاحظة بسيطة اللي هي ربما الدعم رسالة الأمل اللي عندها هي تحب تونس وتحب شعب تونسي وتحب تونس فوق كل شيء وفوق كل البلدان ويظهر لي هذا احنا شيء نتقاسموه الناس الكل ولكن في النظرة للتاريخ يلزم نتحراو شوية هي قالت لك احنا نحن كيفاش قاد بربر وكذا والباقي الكل غوزات سيبري ما فماش واحد يخلي بلاده ويجي لازم يكون غازي معناه انه نو كاشون با لا 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 فيريتي ولكن شوف فرنسا شوف المانيا ما فماش بلاد من العالم ما جاش فيها غزو وكان فما ان سبسترات بوبولاسيون اوكيل سي تاجوتي ان اوتر سبسترا وهكا تا وقت اللي تشوف فرنسا فما لي غولوا فما معناها لي جون دي غولوا رومانيزي يا دي جيرمان يا فهمتني يا دي غايليك معناها ناس اللي جايين معناها من بريطانيا ومن دي زيل بريطانيك تو سا افي لا فرنسا دونك يظهر لي اثاره النعارات نتا حكايه بربر مش بربر اي بوي هيستوريكمون سي با فري علاش امون دوني البربر هما بيدهم جاو سي سكون ابل لي بروتو ميديترانيان كي سون فينو دي موين اوريون معناها من الهلال الخصيب والجزيره العربيه جاو قبلهم كان فما ناس اخرين توا الناس اخرين هذوك اللي كانوا يفيقونا يقولوا احنا
أولاد البلاد والبربر والعرب وغير بكل مغازين أن يظهر لي تونس plus que jamais a besoin أنه الحكايات هذه نعرف بربرية والآخر عربي واحد هذي الكل ننساوه ما كانش راو مناش باش نخرجوا من المشكلة. شوفوا في اليمن شنو اللي صار، طائفية واحدة رغم الكلهم عرب، وفي لبنان وغيره. أحنا بلادنا عندنا حظ تاريخي كبير ياسر لازم تعرفوه، سيكو إليا إنوموجينيتي، تجانس، تجانس حتى في الدين. قبل كنا ملكية، فهمتني، شوية أحنا في المدن عندنا يهود مرحبا بهم من الأول، الدنيا حدانا مواطنين توانسة، فهمتني، غير هذا ما فماش. توا باش تدخل فيها القعباجي أنت بربري ونخزر له في عين وسي بافري. هو وقت اللي تشوف اللغة التونسية اللي هي تعربت، وأنا نكلم فيكم راهو بربري، اللواتي قبيلة بربرية 100%. أنا واحد من الناس، أمي بربرية وبابا بربري، نكتة عربي ما عنديش، ولكن فما حاجة نعتز بها الثقافة العربية، لأن الثقافة العربية هذه جعلت البربر يعملوا ممالك وأمبراطوريات، فهمتني، المرابطين وغيرهم وغيرهم كي حكموا كان البربر، وبعد الأغالبة ما عاد فما حد، الحفصيين غيرهم غيرهم، والكلهم الكلهم يبارتيسيبا إن كويني ستادير إن سيستيم جلوبال كولتوريل اللي هو قاعد يدافع على روحه ويدافع معنا على حياته. وإحنا وأنا أهيب بكم، معناه أن تحسن كل اللغات. أنا واحد من الناس نكتب بالفرنسية والعربية، كتبت كلها بالعربية وبالفرنسية، لا يفسد للود قضية. كل معناه كل ما زدت أنت تأصلت تنجم تكتشف الآخر أفضل. وسامحوني إذا كان كثرت عليكم الكلام وأنتم وقتكم ضيق. Je suis très content d'être avec vous. ونستنى في الأسئلة متاعكم وشكرا. عايشك علي، ميرسي بوكو بور سيت بيتيت بريزونطاسيون. على خاطر يمكن تحب لنا ساعات باش تحكي لنا افيك بوكو ديتاي. شكون عنده سؤال لسعلي؟ ها كريم زيد، وين الميكرو؟ اي ها الميكرو، تفضل سعلي. سعلي يعطيك الصحه على دوك. ما كاستيون اي سامبل، لو انت باريز ورجعت ورجعتنا بالله، ها؟ باش رجعتنا من باريز، كاسكو نزا بورتي من باريز؟ ريان، سيتي معناها اون فانتان دو جور ابان، معناها باش مشيت حوست، مشيت اللوفر، جي ديكوفير اول مرة، هذايا عام 66 الحكاية، معناها بوك ما تولدش يمكن أنت، معناها وقتها باريز، وقت اللي نبعثوا ديكارت بوستال نوري بلون.